القطر اتأخر يعني. عندك حق يا اسحاق يا كلاف. ايه يا مقدس لزومها كلاف دي؟ عندك حق يا دكتور اسحاق. هي دي مش وظيفتك ولا دي بعايرك بيه؟ انا مش وراني بتعاير ولا مش متعاير، الله اعلم بالنفوس. اهو القطره اهو. هل يا اسحاق يا كلاف التاني برضك كلاف دي؟ ما تزعلش قوي، زمان ابوك جاي وجايب لك الجلابيه السكرات. انا وانا يعني مش فاهم ايه اللي ملهبك على مجاملته. اهو انت كده يا مقدس دايما كسفني. طب يلا يا ويد عينك على اللي لازم. وانت فكرك اني هعمل غير لما اشوفه واقول له الحمد لله على السلامه واعبط فكري؟ امال ايه؟ تعرف يا اسحاق اني فرحان قوي ان القطر ما اتاخرش، عشان ايه اروح انا والمعلم حنين والحق قداس حد الشعانين. ايوه. اهو يا اسحاق خد منه الشنط. خد يا اسحاق، خد يا اسحاق، خد السمك. ازاي؟ الحمد لله على السلامة. يا ولد مش وقت، يا ولد مش وقت يا اسحاق. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا معلم حنين. الله يسلمك يا حنين يا اخوي. ودعت نفسك وجيت برضه. جبت لي الجلابية الحرير السكروطة يا ابويا حنين. شوف الواد متسربع على مزقك ليه؟ هتهبد يا قال. قول لي اعمل معروف ده، انا مستنيها بفارغ الصبر. ايوه جبتها لك يا سيدي، يعني تقولش جلابيه الفرح يا خاين. احب على ايه يا واد؟ مش وقته يا واد، هم بينا نلحق نشوف مركوبك وصلنا. يلا يا واد. ما تيجي نركب الحلزون. حلزون على ايه يعني؟ هو من قله الركايب احنا واقفين بقالنا نص ساعه واكتر ومفيش حاجه نركبها. ربنا هيبعت ركوبه زين ان شاء الله. هو سمعاني ابني ما جاش معاكوا ليه؟ هو بعرفش ولا حاجه؟ لا يا ابوي، ما هو هو اصلك في الكنيسه من ليله امبارح. في الكنيسه من ليله امبارح وفايت امه واخواته البنات لوحديهم. انا مش عارف الواد ده جرى له ايه، وكان في الكنيسه بيعمل ايه قال. ما هو كسان طيب النهارده حد الزعل. اوه عندك حاجه، كل سنه وانتم طيبين، بس مش واجب برضه كان يجي يقابل ابوه؟ سمعان في الكنيسه يا معلم، مش في حته كده ولا كده. عندك حاجه يا احنا يا اخويا. انت ده حمار الطيار. ايوه نعم. اتودينا كفر مشحته وتاخد كار. ثلاث انفار ما ينفعش. ليه يا فلح ما ينفعش ليه؟ عشان دول حمارين وانتوا ثلاثه. اخص عليك واد غلط. صحيح المطاف السعد يا ولد. ايوه صحيح. اما انا طلعت يا كلاف الثالث طبعا. الله يسامحك. اسمع يا ابني، انا هركب معاك انا والمجدس حاج، وانت مجدس حاج شوف لك ركوبه تانية. اهدي. طب الجلابيه السكرات ركوبه بتعريفي. انزل في رجليك اركب يلا. ركوبه بتعريفي. هي هتديني الجلابيه الحرير السكرات يا ابويا حنان. شوف يا اخويا لابس روح ازاي. حلفتك بست العذراء لا تديني الجلابيه وتفرح قلبي. بلا بحلفتني بالغالي ام النور. اتفضل ادي الجلابيه. مبسوط؟ مبسوط قوي. ايه الجلابيه؟ ايه الجلابيه؟ ربنا يخليك لينا يا ابويا حنين يا حنين. لا قول لي يا عم حنين، عملت ايه مع الجماعه اللي ليك عندهم فلوس؟ الحمد لله دفعوا نص المبلغ وقالوا الباقي بعد شهر. الحمد لله على السلامه يابا. الحمد لله على السلامه. كيفك يا مقدس حال؟ نشكر ربنا يا سمعان يا ابني، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا سمعان، توك ما افتكرت دلوقتي. كيف يابا نقولك دي؟ ده انت ابويا وسبب نعمتي، والرب بيقول اكرم اباك وامك واني طول القداس بدعي لك، ربنا يجيبك بالسلامه. ايوه عشان كده جيت قابلتني على المحطة زي ما كل الخلق بتعمل مع أهاليها. ماني كنت بقابل أبويا السماوي بالحاج يا مقدس يتزعل، ماني كنت بخدم في الكنيسة. ماني قلت له يا سمعان يا ابني، ما أنت عارف أبوك بيحبك قد إيه ويحب يتملي يشوفك. قول له يا مقدس حنا، لحسن فاكر إني بتجل عليه؟ أبدا يابا، بس أنت عارف أنا قد إيه بحب الخدمة وبحب الرب إلهي وبحب خدمته. أنا ما قلتش حاجة، بس يا ابني انت ابني الوحيد وانا عايزك تتحمل مسؤوليه من بعد. جرى يا عم حنين، ربنا يديك طول العمر. دول سبع بنات وامهم واد واحد،
يعني لو كانوا 7 ولاد وبنت ما كانش همني، وكنت سبته يعمل ما بداله. انا غلطان يا مجدس؟ لا مش غلطان يا حنين. يا ابا انت عندك حق برضه، بس انا ليا طريق تاني غير طريق الزراعه والتجاره دي. رد عليه يا مجدس حنا، لاحسن انا طلقت. يا معلم حنين انت معود لسه من السفر، سمعان بيحبك وهيعمل كل اللي تريده، مش كده يا سمعان؟ الاكل جاهز يابا. ازيك يا روب؟ زين يا عم حنا. طب استاذن لك. ايه مش ممكن يا مجدس حنا تقعد تاكل لقمه معانا وحسيت غاليه؟ ده اكل صيامي وبيقولوا بسط المحب خروف. دايما عامر بحسك وحس ولدك. يا رب يسوع المسيح قويني على المسؤوليه، واجعلني يا رب سبب جاز بشعبك اليك، وارشدني يا رب عشان اعمل اللي امرتنا بيه، وابعدني عن المجد الباطل اللي ممكن يزينوه لعدو الخير. اشكرك يا رب على مواهبك اللي مستحقهاش. سبعان انت لسه صاحي يا ابني؟ ايوه يا اما. يو طب مش هتتعشى؟ انا صايم يا اما. يا سلام، بس انت كده بقى صايم طيب؟ ايوه، ما هي دي جمعة الالام يا ابني. ربنا يقويك، قوم لمبقى. نام انت يا اما واطمني، انا هقرا شوية في الانجيل وهنام طوال. يا ابني قوم نام عشان ابوك عايزك من الصبح بدري تروح معه الغيب. ما تشليش هام، من الفاج هبقى معاه باذن يسوع. طب يا ابني ربنا يسهل لك طريقه. ايوه كده ادعيلي ربنا يسهل طريق اللي اخترته. ربنا يدي لك على قد نيتك يا ابني. ها قلتي له يا استر؟ ايوه. انا مش عارف الواد ده جراله ايه، يعني بدل ما يساعدني في زراعه الارض وتربيه المواشي عاوز يسيبنا وروح الدير. ماله مال ابويا ناس. يو ويعني هو مقصر؟ ده حتى رزقه حيل. انا ما قلتش حاجة، ابنة مرزق ورزقه حيل من يوم ما حط ايده في الارض، والزرع رعرع والارض خيرها كتر وزاد. ده حتى لما بيخش الزريبة البقرة المتعصرة بتولد على طول، والعجل على البيطين. يو طب ولما هو مبروك كده دايما مزعله ليه؟ وانت فكرك يعني انا هين علي زعله؟ بس انا عجزت وهو عكازي اللي بتسند عليه، يعني لما يسيبنا ويروح الدير مين اللي هيساعدني في زراعه الارض وتربيه المواشي؟ ادور ادور على اولاد الغرب واشحتهم؟ ده ماله الارض يا ام سمعان؟ عندك حق، الصباح رواح وربنا يهديه. قوم قوم نام وادعي له. ايوه بدعي له. كيفك يا مول؟ اهلا يا سمعان. قول يا سمعان عملت ايه مع عمك تاكل اللي عايز تشتري الجمال؟ اتفقت معاه وهيجي بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله. واخبار الغنم التعبانه ايه؟ خفت والحمد لله والعذراء تبارك. بقول لك ايه يا ابا؟ قول يا سمعان. اني نفسي اغدي العيد ويامه في الدير. تاني يا سمعان؟ بعد اذنك يا ابا، اني مسافر بكره دير رمبا صميل المعترف اللي في القلمون. يعني مش ممكن نأجل عشان اللي ورانا؟ يابا دي أيام مقدسة. يا ابني أنا ما عنديش غيرك، وأنت دراعي اليمين. يابا عشان خاطر العدل. إزيك يا سمعان يا ولدي؟ كيف حالك؟ الحمد لله يا أبونا. وكيف حال بوك؟ بخير. إيه بوك راضي عنك يعني سايبك تاج الدير؟ مهم رضا ربنا. ربنا يباركك يا ولدي ويحافظ عليك. وناوي تقعد معنا كديه المره دي؟ هقضي العيد كلها توني. كده عظيم عظيم. بالك يا ولدي خابر للزيار اللي بره؟ ايوه ابونا. عايزك تنظفها وتغسلها مليح قوي وتملاها عشان اخواتك يشربوا منها بعد الصيام. حاضر يا ابونا. وبعديها تخش على المضيفه تنظفها وترتبها. عيني يا ابونا. ربنا يباركك يا ولدي. الأنبا بشوي هو بيصلي كان بيربط شعر راسه في حبل ويربط الحبل في السقف عشان لما كان ينعس كان يشد الحبل يقوم يصحى ويكمل الصلاة. يعني فات العيد وشم النسيم وادي رابع يوم والواد معوجش، يا ترى معوجش ليه بس؟ يوه ما تطول بالك يا معلم.
زمنيته جاي؟ اطول بالي ازاي بس؟ ده هيطير برج من نافوخي. انا هسافر له. انت بنت يا روح. نعم يابا. قول لاسحاق الكنافي حضر لي الكوب. حاضر يابا. ايه بس اللي مخليك مزرزر كده؟ مزرزر يا استر، انت مش شايفه عماير ابنك؟ جاني العيد قلنا ومال، فات العيد ما عودش ليه؟ مش كان يقعد مع اخواته البنات ياخد باله منهم؟ طب طول بالك بس يا عم حنين. سمعان ولد مبروك، شاب على الاخلاق الطيبه، نادر دلوقتي لما تلاقي النوع ده. انا ما قلتش حاجه يا جود سابونا، بس ابوه وامه واخواته وارضه ومواشيه محتاجين له، اعمل ايه بس؟ ربنا يدبر يا ابونا. وده اللي حصل. اول ما جبته ما فاتش ربع ساعه وعشر بهايم مات، ودي مش اول مره تحصل. طب لما انت عارف كده ما تسيب الراجل يختار طريقه. ما انا لو عندي غيره يا مقدس حنا كنت سبته يعمل اللي يحلاله. عندك حق، الواحد مننا بيكبر وشجاه يروح لمين؟ قول له يا تاكل يا اخوي. يا ناس، ربنا مش رايد له الشغلانه دي، وعاوزه ليه هو، وكل مره عايديكم علامه، ولا ايه الراي يا تاكل يا اخوي؟ تقصد ايه يا مقدس حنا؟ يعني نسيبه يتراب ونسيب ماله ومال اخواته في دي الغريب؟ اما ما عندكش حق صحيح. الحقيقه اني ما عارفش اقول لكم ايه، ساعات ببقى مقتنع بكلامكم، ساعات احس كده ان الواد ده اختار طريقه الصح، والرب مش راضي عن عنادكم معاه. مش شارب شاي، عندي معاد مع ابو ستيت وبدر عشان التقاوم. ما كانك زعلت مننا. وهزعل ليه؟ وانت هزعلني ليه يا عم تكله؟ طيب براحتك. عن اذنكم انا ماشي، ربنا يدبر حالك. اذنك معاك. شايف ايه يا تكله يا اخويا؟ اسمع، حصول عليه. شور يا تكله يا اخويا، انا حطيت صابعي العشره في الشد. ما تجوزه. قلت له بدل المره ألف، وقلت له البت اللي تدعي عليك شاور عليها وانا اجوزها لك من الصبح. وقال ايه؟ قال ما حدش يجيب لي سيره الجواز واصل. قوم يا دسحان اكل البهايم. من وكلتها؟ اكلها تاني. يعني هقعد اتونس معاهم؟ ايوه، يعني ثم توزعوني. اول هام ودي البنات وامهم عند خالاتهم. وبعدين إيه؟ ايه؟ انت مين وعايزة ايه؟ انا عايزاك انت، انت المقصود واللي عليك العين. عايزة ناني؟ ايوه. عايزة ايه؟ طب خش جوه كده علشان نعرف نتكلم مع بعض. ايه؟ حكايتك ايه؟ انت غلطانة في العنوان؟ لا مش غلطانة في العنوان، هو ده العنوان بعينه، مش انت سمعان؟ ايوه سمعان. طب تعالى نقعد نتفاهم، تعالى. ايه؟ مش عاجبك؟ روحي يا ولي. جاكي وجع في بطنك. ايوه بطني صدقيني تقطع فيها. الحقني يا عم حنين، الحقني. مالك يا ولية عامله كده ليه؟ خد فلوسك مش عاوزاهم يحرموا عليا. ده ابنك ده بركه. خليه يسامحني عشان ربنا يعفى عني. سامحني عشان ربنا يعفى عني. انا مش هعمل كده تاني. ده هو اللي وزني عليك. انا شطانه وانت ملاك، بس خلي ربنا يعفى عني. روح يا مسامح. اشكرك يا رب. اوعى كده من طريقي، ده الدنيا لسه بخير ولسه فيها بركه ولسه فيها ناس بركه. هي الوليه دي اتجننت ولا ايه؟ كده يابا، كنت عايز توجعني في الخطيه. ما تزعلش مني يا ابني، انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي بس. قصدك ايه بس يابا؟ قصدك ايه؟ عايز تكسر عفتي عشان ما فكرش في الرهبنه. ما تزعلش مني يا ابني، انت ابني الوحيد على سبع بنات. سامحني يا ابني. يعني توعدني يابا لو ربنا ادالك ولد غيري
سيبني في حالي اعمل اللي انا رايده. اوعدك يا ابني. وحقق الرب له طلبته ورزق والده بابن اسماء حنة. وعندئذ ايقن والده ان ابنه سمعان يريده الرب، فتركه بين احضان حبيبه الذي نظر نفسه له. وقد توجه سمعان حنين الى دير القديس العظيم ابو مقار ليترهبن فيه ويتتلمذ على ايدي اباء القديسين امثال القمص سلامة والقمص رفائيل والراهب فيليمون المقاريون. وتمت رهبنته في عام 1914 ميلادية. محبتك تطوج الى خلاصك، فاشرق بها علينا فنعذبك نحن عبيد، وننال مجدا منها اذا مجدناه. ها نعمتك تخرج لمجابلة المقبلين اليك. يا سمعان يا سمعان يا ابني، انت نايم ولا صاحي؟ صاحي يا ابونا صاحي. اتفضل. جلكتك يا ابني؟ لا يا ابونا. بحياتك لو تسمح تمنال الزلع، المية خلصت ومش قادر اروح لحد البير. حاضر يا ابونا حاضر. اتركك في رعاية الله، ربنا يقويك ما تعوقش علي. حاضر يا ابونا احنا بناخد بركة. روح لجليتك وانا احصلك على طول. وقد تمت رسامته باسم القس عبد المسيح المقاري. رفعت عيني للجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك لزلل، فما ينعس حافظك هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، رب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. هللويا. وقصد أبونا عبد المسيح المقاري دير البراموس ليكمل جهاده به، تاركا بديره سيرة عطرة يترنم بها إخوانه الرهبان الذين عاشروه وأحبهم وأحبوه. ما قلتليش إيه آخر أخبارك الروحية يا أبونا؟ أهو بنجاهد يا أبونا عبد المسيح، بس لسه ما وصلناش للدم. يا أبونا عبد المسيح
أنا عايزك تنزل للعالم، تنزل وتخدم في العالم. خايف يا أبونا، خايف من العالم، من العالم ياخدني. لا ما تخافش، الرب هيكون معاك ويقويك. ما قدامك أهو، بنزل وبخدم وما عمريش خفت كده زيك. طب ده انت ابونا عبد المسيح المسعودي، وانا مين يا صعلوط جنبك؟ يا ولدي ما تقولش كده، ده انا يا دوب حته حشره، حشره قميئه جنب مرشدينا وقديسينا العظام اللي سبقونا. يا ابني انزل، انزل للعالم واخدم وخد بركه خدمه الناس. بس يا ابونا انا بقول يعني ما تنساش قول الرب، اذا فعلتم ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون. لانه يا ولدي اذا الفضيله ظهرت سردت ونهبت من المجد الباطل. بمعنى ايه يا بابا؟ لان يا ولدي اذا ظهرت فضيلتك قدام العالم الناس هتمدحك، وشيطان المجد الباطل يتمكن منك ويسرق ويضيع فضيلتك. عشان كده يا ولدي الفضيلة إذا ظهرت سردت ونهبت من المجد الباطل. الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل. على فين يا ابونا؟ راح اطلع على اخواتي في المجار. كنا صلوات يا ابونا. صلوات تاني؟ صلوات العذراء والقديسين. سلام يا ابو. سلام. ايه يا ابونا عبد المسيح، الحال عجبك في دير البرموس؟ هنا دير وهنا دير. ازاي يا ابونا عبد المسيح المسعودي وابونا يعقوب؟ الحمد لله بخير كويسين. المهم اخبارك ايه روحيه يا ابانا؟ يعني ناوي تتوحد ولا تنزل الخدمه؟ ابونا عبد المسيح المسعودي رايه انزل للعالم واخدم في العالم. الناس محتاجه كلمه ربنا ولازم اوصلها لهم. بس انا من رايي يا ابونا ان الخدمه في العالم بتضيع نص وقت الراهب، وكتير نزلوا خدموا وضعف العالم. الجميع موادين يا ابونا، ولكن المختارين قليلين. عندك حق يا ابونا سلام. المهم يا ابني انك تحط المسيح دايما قدام عينيك وربنا يرتب لك الصالح. ادعي لي يا ابونا ربنا يرشدني. سلام. كيفك وكيف الرهبان؟ ده بركة كبيرة بيقولوا من السواح. إذا الفضيلة ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل. سلام يا ابونا. سلام والنعمة. أمال فين بقى الرهبات اللي عايزين لها طلاق؟ موجودين يا ابونا اتفضلوا. سلام يا ابونا. أمال مين الراهبة دي؟ دي أمنا يا أستينا. أمنا يا أستينا، أبونا عبد المسيح عندي. سلام يا بنت. السلام والنعم. أني ما شفتكيش قبل كده. قصك شفتني يا أبانا. عن إذنك يا أبانا نحضر الفطار. استني يومين أنا عايز. أمرك يا أبانا. أنا عايز أتجوزك. عن إذنك. أمال فين أبونا عبد المسيح؟ ما رجعش ولا إيه؟ أبونا عبد المسيح رجع. بقى له أسبوع بس نفوا بالليل. ده أكل ولا شرب؟ يعني هو بياكل ولا بيشرب؟ امال عايش ازاي يعني؟ طب ايه رايك؟ اني شفته اكتر من مره يلم بجاي الاكل ويجيب له في ميه وياكل. للدرجه دي؟ ربنا ينفعنا بصلواته. ربنا بيقول اذا فعلتم ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون. بس دي طريقه غريبه قوي يا ابونا. شوف يا ولدي، انا اتفقت وابونا يعقوب ان احنا نبعد عن المجد الباطل. شوف يا ابني، كان في زمان ملكة قديسة اسمها الهبلة، وبيسموها أحيانا الهبيلة، لكن اسمها الحقيقي كان أنا سيمون. إيوه أبونا، عرفت عنها وعن مواهبها كتير جاو. وعرفت ليه سموها الهبيلة؟ إيه؟
عشان اتصنعت الهبل وعاشت في وسط الراهبات باسم الهابيلي واتحملت اهانات كتير قوي. بالظبط، لان الفضيله اذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل. لكن ان شاء الله يعلن قداستها في الوقت المناسب. ربنا ينفعنا بصلواتهم يا ابونا. امين يا ولدي امين. عايزك يا امنا تعملي لي كشف بالكتب اللي ناقصه في المكتب. حاضر يا تمام. انا اسفه يا تمام. في ايه يا وسيم؟ ابونا عبد المسيح زودها معايا قوي، انا مش عارفه اقول لك ايه. في ايه قولي، قلقتيني. انا مش عارفه ابونا ده، مش عارفه انا مكسوفه. ايه في ايه قولي يا وسيم. تصوري يا امي كل ما يشوفني يقرب مني ويعكسني. يعكسك ازاي يا امنا؟ اتكلمي. بيقول لي انا عايز اتجوزك. ده ابونا عبد المسيح راهب، مش ممكن يفكر في حاجه زي دي. فعلا يا امي، انا سمعته اكتر من مره بيقول الكلام ده. طب هو فين دلوقتي؟ قاعد بره مع الراهبات اخواتي بياخد اعترافهم. طيب اندهي لي مارينا ومارتا واستني انت يا ام العلم. ممكن تيجي يا ابونا؟ عايزة عايزة اعترف. اتفضل يا ابونا. اتفضل يا ابونا. ها عايزة تعترف تقولي ايه؟ ايه مالك يا ابونا، انت مش كنت عايز تتجوزني؟ بكرة وبكرة ليه بس؟ ما هي فرصة. ايه انت مش قلت ان انت عايز تتجوز؟ قلت لك بكرة بس. تعالى بس يا ابونا. حرام عليكي، ده انت راهبة. خلي فكرك طاهر وجسدك طاهر. بولس الرسول بيقول في كرونسوس الاولى الاصحاح الثالث عدد 16 و17، اما تعلمون انكم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ ان كان احد يفسد هيكل الله يفسده الله، ان هيكل الله مقدس. وعندني راهب، ليه نغضب ربنا بسبب عهد البتولية اللي قطعناه معاه؟ وبلاش التزين ده اللي ما يمشيش مع الرهبانة، لحسن تروحي جهنم. شهدنا لك يا ابونا عبد المسيح. ابعي له عنك دي، انا كنت عايز اتجوزها. طب وحياة ستي العذراء، انا ماشي ومش قاعد معاكو تاني. ما تبكيش يا يوستينا، ربنا بعتلك اللي يصحيكي. حقك تشكري الرب انه انقذك على ايدين راجل قديس زي ده. يا امي ما كنتش عارفه بينبهني لحاجه انا مش واخده بالي منها. يا سلام، انا كنت واثقه من قداسته. الطريق اللي جبتنا منه طريق طويل قوي، يا ريتنا ما جينا منه. ليش يا ابونا؟ ده طريق المناس اقصر طريق للدير. هنا بعد ما نرتاح شويه نكمل وربنا يسهل. تغمر يا ابونا، نرتاح شويه. باسم الصليب، باسم الصليب، ايه الدير الاسود ده؟ يا رب ارحمني، ده شيء عجيب.
معقول مش معقول. ده ابونا عبد المسيح. يا خديتك يا مخيل وتقول عليه طير اسود. سلام. كيفك يا ابونا؟ سلام. سلام يا محمد. سلام يا ابي. انت جيت من وين يا ابونا؟ انا جاي من الخطاطبة. الطريق وعر قوي وتعبت كتير قوي 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 من الماشي. يا ابونا عبد المسيح انا شايفك وانت جاي طاير من السماء. يا ابونا عبد المسيح اذكرني في صلواتك. انت بتقول ايه؟ انت شفتني طاير؟ ليه وانا طيارة؟ يا حبشي اسود ايش قاعد معاكم؟ وليش زعل؟ انا اللي غلطان. انا اللي غلطان لاني كشفت سره. سامحني يا رب. ومن العجيب رغم ان القديس قد عاد من الطريق الذي اتى منه وهو الاتجاه المغاير لاتجاه طريق الدير الا انه قد وصل دير البراموس قبل وصول قافلة ابونا ميخائيل الحبشي بفارق ساعات. وان دل على شيء فهو يدل على ان قديسنا كان من الاباء السواح. الكنيسة منين؟ شايف البيت الابيض اللي هناك ده؟ ايوه شايف. خش من يمينه وتعود بعد كده من عند شنور البقال تلاقي الكنيسة على ايدك اليمين. طيب توشكا متنساش تصممنا يا ابونا. هتقعد معانا يا ابونا؟ امال ايوه امال. خدي من يخط اهو. سلام. سلام ونعم. سلام يا ابون. سلام يا ابني. ابوك موجود؟ ايوه يا ابون موجود فوق في المعمولية. خد عنك يا ابون. ادي له خبر عبال ما اصلي في الكنيسة. حاضر يا ابون. طب جود ساكنه قول له مين؟ قول له ابونا عم المسيح المجاري. حاضر يا ابون. نورتنا يا ابونا عبد المسيح. ده نور العذراء والقديسين ونورك يا ابونا. تعيش يا ابوي تعيش. احنا هناخد بركة خدمتك معانا. اتفضل يا ابوي. ما تاخذنيش يا ابوي. حاجة كده على البد. دي بركة كبيرة يا ابوي. اتفضل. انا اكلت في السكة ومعايا السمك مليان جرس. ما تكسفنيش يا ابوي. لقمة كده على قد ما جسم. ما دام مصمم حاجة. بارك يا رب. لكن يا ابوي دي اوضة عتمانة قوي. دي ما هتنفعش حتى عيشة فراخ. عجباني يا ابوي. عجباني وهي دي اللي هقعد فيه. براحتك يا ابوي. بس انا كان قصدي اقول يعني يا... لا تقول ولا تعيد. المسيح اتولد في مزوة بقر. اكون احسن منه. عندك حق. براحتك يا ابوي وربنا يقوي ايمانك. يا رب يسوع المسيح قويني على المسؤوليه واجعلني يا رب سبب جاز بشعبك اليه. وارشدني يا رب عشان اعمل اللي امرتنا بيه. وابعدني عن المجد الباطل اللي ممكن يزينولي عدو الخير. اشكرك يا رب على مواهبك اللي مستحقهاش. بشفاعتك يا ام النور يا شفيعه المساكين بالروح اذكريني يا من ملك الملوك ورب الارباب. ابونا عبد المسيح. ابونا عبد المسيح. وانا مولاه
كون يا رب ما تجيت. باسم الصليب كون. باسم الصليب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور. لا اريد شيء على الارض. ارحمني يا رب يسوع المسيح ارحمني. ابونا عبد المسيح ده بركه كبير. ليه في ايه؟ عايز ايه يا سيد؟ ما عايزاش حاجه يا ابونا، انا جاي اخد برادتك. الله يباركك، بس تبقي ما تعمليش كده تاني وتقلق الناس وتطلي عليهم. حاضر يا ابونا. يلا روحي، واللي انت جاي عشانه هينقضي باذن الله. عشرة اولاد ماتوا يا ابونا. يا رب الواد يجي من هنيه ولا البيت ويجيها الخناق يخنقها يا ابونا عبد المسيح. الخناق يا مقدس حنا. جرى ايه يا ابونا؟ عم بتضحك على ايه يا ابونا عبد المسيح؟ هيجي لك ولد وهتسميه مكرم، وفي المعموديه هتسميه عجاي. يا ابونا يا ابونا عبد المسيح، انا مش عاوز وجع قلب، وكفايه بدل عشرة اللي ماتوا دول يا ابونا. وست العذراء هيجي لك مكرم وهحضر جوازه كمان. مين؟ ابونا عبد المسيح. افتح. مين؟ افتح بس. جاهزة سعاد. انا حزت تيجي عند البيت. عندي خير لك رسالة عندي يا ابوني، ولما تيجي هتعرفها. والبيت فين؟ قريب من هنا. ورسالة من مين؟ وهو انا بعرف اقرا يا ابوني. وجبتهاش معك ليه؟ يا ابوني عشان تيجي معايا البيت وتباركوا. يلا يا ابوني يلا. فوتي قدام. اتفضل. بس لو تقولين انت عايزها مني. وين الاوضه دي؟ انت مش ماشي تقول عايزه اتجوز عايزه اتجوز. ايوه عايزه اتجوز. عندك عروسه؟ من هو قدامك؟ يلا اتجوز. في ايه؟ ارجع عني جاك خابر. وتخلص القديس البار منها ومن شرها بأن ألقى نفسه إلى الشارع، وهو يعلم جيدا أن الله يوصي ملائكته كي لا تصدم بحجر رجله. سلام يا ابونا عبد المسيح. السلام والنعم. ازيك يا ابون؟ كيفك يا مار؟ سلام يا ابون. لا يا ابون. سلام. سلام يا ابون. أنا جاي لك النهاردة عشان أعزمك على فرح الويد مكر. مبروك. والبت زينة دي؟ مبروكة يا ابونا، من عيلة طيبة خالص. أنا فرحان قوي قوي يا ابونا عبد المسيح إن جدسك عدارك فرح. أنا خلاص يا أنور أفندي فقدت الإيمان بكل شيء. ليه كده بس يا مقدس؟ ربنا حيشفيها لك إن شاء الله. مش باين يا أنور أفندي، يظهر إن ربنا مش راضي عني. مجد اسم الله يا راجل، ما كلش ده. بقول لك ايه، ما توديها لابونا عبد المسيح. عبدول مين؟ ابونا القسيس العبيد ده يا راجل. بقول ابونا يوسف ولا ابونا متى ولا ابونا يوحنا، مش العبيد ده. يظهر انك متعرفش ابونا عبد المسيح كويس. عاد لا اعرفه كويس او شفته كمان. واقول لك على حاجة، من اسبوع فات انا نازل من البيت لقيته واقف في الشارع لامم العيال حواليه وعيقول لهم ما يا اولاد، كل ما تشوفوني يقولوا القسيس الاسود الهبيل اهو. ها قولوا يلا قولوا. القسيس الاسود الهبيل اهو. القسيس الاسود الهبيل اهو. القسيس الاسود الهبيل اهو. القسيس الاسود الهبيل اهو. وقف. وهتقول لابونا عبد المسيح انت صدقته مع عبيط ولا ايه؟ امال هتسمي ده ايه يا انور افندي؟ قسيس عيقف وسط العيال يجروا وراه ويجروا وراه ويقولوا الكلام الماسخ ده وهيديهم فلوس كمان، وتسمي ده ايه يا انور افندي؟ ده بيداري قداسته. ايوه مقدس، امال بيداري قداسته. طب انا هقول لك على حاجه،
من مدة بسيطة فاتت كده سيدنا البطرك الأمة يوساب بعت له لما سمع عن جنازته حط في ضميره إن يرسمه مطران. أبونا عبد المسيح فرح قوي، هياخد بركته. عارف لما أبونا عبد المسيح اتعرض عليه موضوع المطرانية اتصرف كيف؟ كيف؟ قال له أنا عايز أتجوز. تجوزني أمك يا أبوي. قالك ده للبطرك يوساب نفسه؟ طبعا البابا غضب عليه ومشاه. مش قلت لك انه عبيط؟ تعرف لما قال له تجوز امك كان يقصد ايه؟ كان يقصد امنا كلنا الكنيسه. وتعرف هو عمل كده ليه؟ عشان يهرب من مدح الناس والمجد الباطل. بقول لك ايه يا نور افندي، سيبك منه وقول لي بقى على اسم الدكتور بتاع القاهره ده. عموما براحتك، خد ادي اسمه وعنوانه في الورقه دي. ابويا فرج، ابويا فرج. في ايه يا الست الكبيره بتقول لك تعالى البيت حالك. ليه؟ فايقه ماتت؟ الست بتقول لك هات الدكتور معاك تعالى البيت حالك دلوقتي. مش قلت لك يا انور افندي ربنا مش راضي عني؟ اقول لك ايه، قول يا يسوع قوم بينا شوف الدكتور. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. سيبوها بس تنام دلوقتي وان شاء الله من بكرة هنجرب معاها العلاج الجديد. يعني فيه امل يا دكتور؟ الحقيقة الطب بيتقدم يوم عن يوم، لكن ما خبيش عليك حالتها متأخرة. يعني انا هتموت يا دكتور؟ لا سمح الله يا ست، انا ما قلتش كده، انا بس بقول ان الجلطة مأثرة معاها بشكل كبير، لكن ايه ربنا موجود ومفيش حاجة بتصعب عليه، احنا بنعمل اللي علينا وبنسيب الباقي عليه. عندك حق يا دكتور، الدكتور يقصد انها محتاجة معجزة. زمن المعجزات ولا وفات؟ زمن المعجزات ولا وفات؟ ربنا له شهوده في كل وقت، بس انت مش واخد بالك. معلش يا جماعة اعذروني، دي بنتي الوحيدة قدامها غالب. ربنا يشفيها لك يا سيدي، عن اذنكم. تفضل. مع السلامة يا دكتور. الله يسلمك. تفضل يا دكتور. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. ربنا يشفيك. حكمتك يا رب، حكمتك يا رب. شوف يا عم فرج، مفيش غير ابونا عبد المسيح. هات لها ابونا عبد المسيح. ايوه مفيش غير ابونا عبد المسيح. انت مطلع عليك ابونا عبد المسيح؟ ابونا عبد المسيح. ايوه انا نازله ورايحه ليه، ابوس على ايده ورجله ان يجي ويصلي لها. اقعد يا وليه يا نفس الخريف. خليك انت يا ابو فايق، انا رايح اجيب ابونا عبد المسيح. روح يا اخويا هاته لما تشوف هيعمل ايه. طب يشفي روحه لو لهبل العبيد ده. الله يسامحك. ارجوك يا ابونا تقوم معايا تصلي الغلبانه دي. انت جهلاني، انا عايز حد يصلي لي. يا ابوني دي طفله صغيره بقالها على الحال ده سنه. يا ابوي روح لحد من القديسين، روح للعذره، انما جهلاني جاني غلبان، انا عايز اتجوز. يا ابوني يا ابوني عشان خاطري. خد الشال ده وغطيها بيه وانده وقول يا ستي يا عادرة يا مول اله ربنا هيتنجد ويشفيه. انا لا رايح ولا جاي، انا لا هشفي حد ولا حاج. متشكر يا بوني، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. ايه ده يا انور افندي شال؟ ايوه الشال بتاعه. وهيعمل لها ايه الشال ده؟ ارجوك يا مجندس خد يا ابو فايده اعطيها بيه. خدي لي يا اختي يمكن راح تتفرجها. حرام عليك يا سي فرج، هات يا نور افندي. اعطيها بيه وانده وقول يا عذرة يا ام النور اشفي فايقي. يا عذرة يا ام النور اشفي فايقي. بركتك يا ام النور، بركتك يا عذرة. يا عذرة يا ام النور اشفي فايقي. يا عذرة يا ام النور اشفي فايقة، اشفي بنتي فايقة. ام
بركتك يا عظيم حبيبتي بنتي حبيبتي بنتي طباعك يا قديس يا عظيم اشكرك يا عذراء اشكرك يا رب بسم الله والابن والروح القدس بسم الله والابن والروح القدس طيب يا حبيبتي بسم الصليب بسم الصليب بركتك يا منور بركتك يا منور بركتك يا قديس بركتك يا قديس يا عظيم بركتك يا ولي عبد المسيح ليس للثالوث الرب الإله العظيم الواحد للثالوث المثلث الأرض اليوم فايقة بنتي خفت يا أنور أفندي وأنا أدور على أبونا عبد المسيح في البلد كلها مش لاقيه رحت للكنيسة ما لقيتوش رحت لأوضته ما لقيتوش مش عارف بيختفي فين ده لا بقى معاه هو يا سيدي عند واحد من حبايبه في صملوك صملوك؟ إيه أمانة عليك يا أنور أفندي أول ما يوصل تقول لي نفسي أشوفه أحب على يده واستسمحه واعتذر له عارف يا أنور أفندي إيه أنا فايقة بيتي لما تاني مش كنت تقعد معانا كمان يومين أبونا ما أنت اللي مش عايز تجوزني خلي أم مها تشوف لي عروسة حلوة بقول لك إيه يا عبيد يا أخوي خلي بالك من الصرة بتاعتي لما تعزم الدار أعزم الدار انا لسه مرمم الدار يا ابونا الدار هتوجع انا قلت لك بالسلام مع السلام انا هتوجع طب والناس والشارع الدار هتوجع جوي على بعضيه سيبني في حالي بقى سلام ايه يا ابونا ما وحشتكش كل المده دي ولا ايه وحشتني وديني جيتك اهو ايه يا مرات يعقوب كيف الله يسلمك يا ابونا ايش هتشوفي لي عروسه انا عايزه اتجوز لما ربنا يريد يا ابونا طب قولي ما تشوفي لي عروسه حاضر حاضر يا ابونا امرك ايه اخبار القدن معاك الحمد لله ماشي يا ابونا وفاروق ابن نازلي عامل ايه وياه هيعمل ايه يعني يا ابونا فاروق عايز جينا من جناينا بس ما تخافش هتقابل واحد ظابط هيدخلك من باب ويخرجك من باب التاني والكبير هطردهولك على ايطاليا يروح بيع عيش وطعمية ايه الكلام ده يا بونا اني قلت لك وخلاص قوم قوم شوف مصالح ما تأخرش علينا يا ابونا واذكرنا في صلاتك صلوات العذراء والقديسين ربنا يبارك في يا ولد صار الخواجه عبيد وقعت يا ساتر يا رب وهو جناح هذا ربنا ستر الخواجه عبيد عذب بقاله اربع ايام وانت بتشري كده رايح على فين؟ رايح ابلغ العمده ان الدار وقعت بقت سوى الارض ما فضلش منها غير الاوضه اللي كان نزل فيها ابونا عبد المسيح يا سبحان الله وتمت نبوءه ابونا عبد المسيح المناهري وخرج الطاغيه في يوليو سنه 1952 خدنا بركه كبيره قوي 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 من العذراء اللي زادتك النهارده يا ابونا عشان انت راجل مبروك شفت سر يا عذراء انا مخاص روح شوف انت طالع غير انا مخاص من العذراء يا ابونا عبد المسيح سلام يا ابونا عبد المسيح سلام كيفك يا جاسم الحمد لله يا ابونا انما قاعد كده ليه يا ابونا بسيط سامك سيد سامك واه من غير شبكة ولا صنارة
انا قلت لك يا ابونا انا عايز اتجوز مصطفيه وخلاص. يا ابونا عبد المسيح انت هتتكلم جد؟ يعني يا ابويا ما لقيتش غير مصطفيه؟ انا جيت لك عشان تتفق لي معاه. يا ابونا مصطفيه دي ست كبير ومرضانة كمان. وانت مالك يا ماكرة؟ وانت هتتجوزها؟ يعني جاي مرايح وجاي تكلمها وترد عليها يا ابونا. سلام. حاضر يا ابونا، مع السلامه. سلام يا ابونا. ايه رايك يا مكرم يا ابني؟ الراجل هيتكلم جد، ولو سيدنا الانبا اثناسيوس سمع بالموضوع ده هيجرده ويجردني. اسمع يا ابانا، لو عندك محضر جواز قديم هاته اما نشوف اخر التمثيليه دي. عندك حد؟ الاستاذ توفيق سعيد نظر الكنيسه عنده كعبه محضر قديم، هروح اجيبه واجي. يا ابونا محمد خدني معاك. سامحني اني بتصرف التصرفات دي، عايز ابعد عن شيطان المجد الباطل. احنا هنجيب كعب المحضر القديم وهنشوف ابونا هيعمل ايه. يا ابونا، ابونا عبد المسيح جه وسال عنك كتير قوي. يا ابونا هو فين؟ اها في الاوضه. تعالى يا ابونا. تقول لي يا ابونا الصليب ابونا ده بركه كبيره قوي. سلام ليك يا ابونا عبد المسيح. اسمع يا مكرم يا ابني، انت تلميذ ابونا عبد المسيح وعارف الطباعه، خلصنا يا ابني من المطب ده. يسوع هو المخلص يا ابونا. حاضر. ها انتوا جيتوا؟ ايوه يا ابونا جينا. وعملت ايه؟ الحقيقه يا ابونا ان عقد الجواز لازم يتوثق ويعتمد من مكتب الحكومه، نظام الحكومه الجديد، وابونا ما عندهش توثيق. سلوهم كده. ايه المواضيع دي؟ عايزين تعكسوني ولا ايه؟ انتوا عايزين تعطلوا الجواز؟ انا مش هتجوز. بس انا عايز اتجوز. وحشتنا يا ابونا عبد المسيح، كيفك وكيف احوالك؟ الحمد لله. وانت كمان يا ابونا لوجا، انت رايح مصر يا ابونا لوجا؟ ان شاء الله. هتروح مصر القديمه؟ يمكن اصلي في بابليون الدرج. عال عال عال، اشفعي فينا يا عدري، كنيسه العدري. طب اسمع، الرساله دي هتديها للقمص منصور البراماسي. حاضر يا ابونا. وتقول له ابونا المسيح بيسلم عليك. حاضر يا ابونا. ما تأمرش باي حاجه تانية؟ كتر خيرك. بالاذن يا ابونا، الحق القطر. الحقيقه يا ابونا مينا، انا جاي من منهره ومعايا رساله لابونا القمص منصور. ما تعرفش قدسك الاقيه فين؟ والرساله دي من مين يا ابونا؟ ابونا عبد المسيح المقارب. ابونا عبد المسيح؟ هو فين اراضيه؟ هو لسه عايش؟ ايوه ابونا، وبصحه جيده في المنهره. بركه صلواته تكون معانا. وقدسك تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ابونا عبد المسيح ده قديس عظيم وسايح من السواح يا ابونا لوقا، ودايما بيصلي معاهم. وجدسك عرفت كيف؟ ايام ما كنت معاه في دير البراموس، بعد ما عجنت العجين وسبته يخمر دخلت قليتي وقعدت اصلي. من عندك تنحدر كل عطية صالحة يا رب، وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا أعلمك أرشدك أريك الطريق عيني عليك لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الدهور. أمين. يا ده الوقت اتأخر قوي، نقوم نشوف القربان خمر ولا لسه؟
ترميم الرهبان سهران مع ابونا عبد المسيح. فين الاصوات الجميله دي؟ بس معقول الرهبان هيسيبوا اناليهم ويجوا يسبحوا هنا؟ انزعنوا كل نوم الغفله، اعطينا يا ربي يا نظر لكي نفهم النقيض امامك وقت الصلاه ونرسل. خبر ايه يا ابو نميل؟ صحيح الساعه زي دي دي وصول الرهبنه؟ اخطيت يا ابي سامحني، حللني يا ابونا. الله يحل، بس تعملش كده تاني. انا هستنى هنا لما اشوف مين من الرهبان كان معاه. انا سامع صوت التسبيحه بودني. اكتب اسمك يسوع الذي يعمل في القديس يا ابونا عبد المسيح. كان بيصلي مع السواح، بركه صلواتهم تكون معانا وتحللني من كل ضعف. بركه صلواته تكون معانا وتحللني من ضعفي. بركه صلواته تكون معانا يا ابانا. يا اولاد يا اولاد، عايزكم تدوروا على الموسوسين تشوفوهم موجودين ولا لا؟ فاهمين؟ فاهمين يا ابونا. مين الموسوسين دول يا ابونا؟ ما تعرفش الموسوسين دول يا ويد؟ دول اللي بيوسوسوا في ودان الناس. يلا روح روحوا دور. ودول هنجيبه منين؟ يكسب الشياطين. وعدي بشوف الشياطين. اسمع بس، اعمل اللي احنا هنعمله ومش هتندم. تعالوا يا اولاد. لقيتوهم؟ لا يا ابونا ما لقيناهمش. طب خد كل واحد ياخد قرش، خد قرش وانت قرش وانت قرش وانت قرش. خش التعب. يلا العب. اما ابونا ده غريب قوي. يا فكره يا اخوي، ابونا عاوز يساعدنا من غير ما يحرجنا، فهمت؟ اقول ايه بس في ابو مخ تخين ده؟ خبر ايه يا ابونا؟ عجبك النخله دي ياك؟ حلو. طب هتطرح بلع احمر ولا بلع اصفر؟ ولادي ولادي. امال هتطرح ايه يعني؟ على جديه مش هتطرح؟ هتطرح. حيرتني يا ابونا، امال هتطرح ايه؟ مندي على دي، احمر على اصفر. عجيبه عجيبة هي أعمالك يا ربنا. أنت حقيقي يا رب بتتمجد في قديسيك. وأنت يا أبونا عبد المسيح، أنت راجل بركة صح، عشان كده ربنا بيحجج لك كل اللي بتقوله. طوباك طوباك يا قديس. هللويا. قدسك قاعد هني يا ابونا وانا عم بدور عليك. كيفك يا ابونا؟ ايه يا ابونا؟ انت رحت وقلت عدولي. انا اقدر استغنى عنك يا ابونا؟ انا جاي وجايب الرد من ابونا الجمس منصور، بيقول لقدسك ان رسالتك وصلته
وربنا يعمل خير ان شاء الله. وقدسك كيف احوالك؟ انا الحمد لله نشكر ربنا، انا مبسوط. ربنا يزيد انبساطك يا ابونا، طب ما تبسطنا معاك. وانت كمان مبسوط. مين ما يبسطش وهو مع ابونا عبد المسيح؟ لا انت مبسوط عشان اعلانات. اعلانات؟ اعلانات ايه يا ابونا؟ الاعلان اللي جالك في المنام 3 مرات. ايوه يا ابونا عندك حد، انا شفت نفس الرؤية 3 مرات. عموما ما تشغلش بالك بالبابا اللي جاي، عايز تعرف اسمه؟ يا ريت يا ابونا. ابوك مين المتوحد، ابو دكن طويل. قدسك بركة كبيرة قوي يا ابونا. وانت كمان يا اخوي. الحقيقة انا نفسي اتلمذ على يدك يا ابونا واكون من تلاميذك. تلميذ يعني؟ داني غلبان وشحات كمان، يعني عايز اتجوز. انما انت بكرة ترفع صليب في يدك وصليب في صدرك والناس يقبلوه كمان. بس يا ابونا ده مفيش بطرك يرسمني. بكرة يا اخوي هيجي البطرك ويرسمك. ازيك يا ابونا لؤ؟ جاي منين يا ابونا؟ من المناهره. وازاي بتوع المناهره عاملين ايه؟ بيقبلوا الايادي. تعيش يا ابونا. ازيك يا عم عزمي؟ ازاي قدسك يا ابونا لؤ؟ وحشتنا كتير. ما عرفتكش يا ابونا، الاستاذ مخيل اخو ابونا مينا البراموسي. اهلا اهلا، ده ترتيب ربنا بقى. اهلا بيك يا بنت. قول لابونا مينا مبروك عليك البطريركيه. وده معقول يا قدس ابونا لؤ؟ هيروح فين ابونا مينا وسط المطارنه المرشحين؟ وعلى رأيه هيروح فين الصعلوك وسط الملوك؟ أنا قلت لكم البشارة، عايزين تصدقوا صدقوا، ما عايزينش تصدقوا ما تصدقوش. يا بنا هي لسه اللجنة اجتمعت؟ اللي أنا بقوله ده أمر خرج من قبل الرب ودي إرادة إلهية. أستأذنكم أنا بقى عشان عندي خدمة في كنيسة حارة زويلة. وتمت نبوءة القديس العظيم أبونا عبد المسيح المناهري، ورسم القمص مينا المتوحد باسم البابا كيرلس السادس في 10 مايو 1959. أما أبونا لوقا فقد رسمه البابا مطرانا على جرجا كما تنبأ القديس. سلام يا ابونا عبد المسيح. السلام والنعم. سلام يا ابونا. يا ابونا ده يعقوب بيه حبيبك بعتنا مخصوص بالعربيه بتاعته خصوصي. يا حول الله انا مش رايح. هو فيه بس يا جماعه يعقوب بيه بباوي عاوز ابونا ضروري، وهو زي ما انت شايف كده يا ابني ما رضيش يروح. يا ابونا قول لهم يا مكرم يا ابني انا مش رايح. وحياتك يا فندم تترجاه هنرجع نقول له ايه بس؟ يا ابونا يا ابونا الراجل بعت لك العربيه مخصوص. ارجع على سمالوت انا مش رايح. مع السلام. اشكرك يا ابونا على تعبك. عليك ما انت نادهت لي وانا جيتك اهو. خير يا ابونا؟ في ايه يا موسى؟ يا عقوب بيه ابونا رفض يجي معانا. كيفك يا موسى؟ اسم الصليب ابونا عبد المسيح. يا يعقوب بيه صدقني ابونا رفض يجي معانا. لكن ازاي؟ اسكت مالكش دعوه بالكلام ده. بالسلامه انت، شوف مصالحك، جرش العربيه وروح. ربنا يبارك. بابا في حاجة شغلاك يابا؟ ها؟ في حاجة شغلاك؟ حاجة كل حاجات خليها على الله يابا. ونعم بالله يا ابني. خير، كنت عايز تقول ايه؟ لا مش وقته بك. اقعد يا فندم. كنت عايز 12 قرش
اشتري بيهم كتاب محاسبه. ربنا يدبر، بكره تتعدل. معلش يابا، انا عارف اني بتجل عليك الجو. يا رب يا رب دبرها. انت عارف كل اللي معايا 10 قروش لحد اخر الشهر. يا رب. القهوة يا مجد. ها؟ حطيها عندك. ايه؟ رحت لحد فين يا مجد؟ ها؟ لا مفيش، ربنا يدبرنا. انا هشرب القهوة والحاجة اوصل لحد الكنيسة. دلوقتي واحنا في عز الظهر مش هتلاقي حد. يا رب دبرها من عندك. ابونا عبد المسيح، ازيك يا ابونا؟ عامل ايه؟ بتصلي لنا ولا لا؟ صلوات العذراء والقديسين. اسمع يا معلم هيرجس. امر يا ابونا. عايزك تنزل الترعه شوف فيه موسوسين موجودين ولا لا؟ امرك يا ابونا. مش موجودين يا بولد. طب تعال. خد خد زيتك اهي عشان دورت عليهم وتعيب. انا عارف انك حاسس بيا يا راجل يا بركة، عشان كده ما حبيتش تحرجني وديتني الفلوس على انها اجر. طباك طباك يا ابونا عبد المسيح طباك. ايه ده انت رايح فين؟ هاخد بركه من سيدي. اوعى تخش احسن، لو شافك هيحرمك ويمكن يشلحك كمان. يشلحني؟ ايوه، عشان ما نفذتش اوامره برجوع الرهبان للدير. معلش انا هاخد بركه ومش طوال. الله، انت اظهر ريف عماك، ما بقتش عارف الصح من الغلط. الله يسامحك، نظيف عماني. يعني ريف عماني؟ ريف عماني ده سيدي. ازيك يا بركة؟ كيفك يا سيدني؟ ربنا يعليك كمان وكمان ويعلي شأنك وشأن الكنيسة. صلي من أجل ضعف يا ابونا عم المسيح. أني يا سيدني؟ أنت معاك المسيح كلات ويا أخوي. أنت اظهر ريف عماك، ما بقتش عارف الصح من الغلط. ما يسامح نبيف عماني. نبيف عماني نورتنا يا سيد. هو ابونا عبد المسيح عملها معاك يا ام باثناسيوس؟ عندك حق يا سيدنا، ابونا عبد المسيح ده راجل بركه وانا غلطان في حقه وعايز استسمحه. روح يا استاذ مسعد نديله عشان اعتذر له. حاضر يا سيد. ابونا عبد المسيح قديس عظيم، سامع يا ام باثناسيوس؟ فعلا يا سيدنا، ربنا ينفعنا بصلواته. رضيه. أنا ما أقدرش أروح يا أستاذ موسى، أنا مش فاضي. بس هو طالبك يا أبونا عشان يعتذر لك. قول له أنا سامحته خلاص. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. إيه يا ولية؟ إيه العصر؟ البطة، البطة اللي حلتنا ماتت يا لبيب. البطة اللي حلتني؟ إيه كيف ماتت يا باشا؟ ما عرفتش، هي ماتت وخلاص. أيوه يعني إيه العصر؟ ما عرفتش. هو كل حاجة ما عرفتش ما عرفتش. ومالك حطها كده ليه؟ خد يالا ارميها بعيد. بطل اللي حلتني، استغفر الله العظيم يا رب. بقى يا رب البطل اللي حلتنا اللي كنا هنذبحها على العيد تموت. ده هي النحس دي. مالك يا بيه؟ ابونا بتعيطي ليه؟ بكر البطل، بكر البطل اللي حلتنا مات يا ابونا. هو فين؟ مات يا ابونا ورمينا. طب روحي هاتي رمينا يا ابونا وزمن الكلاب ثلاثه. هاتي. حاضر يا ابونا. بولس كيفك يا بول؟
اه يا بونا. غطسي في الترعة ثلاث مرات وهاتيه. حاضر يا بونا. حطيها هني. يلا روحي عايدي انت وجوزك وعيال. بقاله قد ايه على الحال ده؟ بقاله كتير. خير يا ابني طمني. خير. اتفضلوا برا شويه. حاضر. ربنا يجعل الشفاء على ايديه. انت اخوك؟ ايوه يا دكتور. ما اخبيش عليك، دي حاله حمى شوكيه شديده وفي خطوره على حياته. دكتور. مفيش ياما، بس البت لما سمعت الدكتور بيقول ان الحرارة لو ما نزلتش للصبح ننجلوا للمستشفى صارخ. وماله يا ولدي ننجلوا اذا كان ده في صالح؟ ان شاء الله ربنا يشفيه. وعلى العموم ما تقلقوش، انا هفضل معاه لغاية ما اطمن عليه. متشكرين يا دكتور. ربنا قادر على كل شيء. يعني ده رأي الدكتور يا ابن عم؟ أيوة، جال ساعات وربنا يفتكره. يا باشا ما تقولش كده، هو دخل في علم الغيب يعني؟ تبعد عنك، عنده الفرة اللي بيسموها الحمى الشوكية. أعوذ بالله، الحمى الشوكية. ربنا يشفيك يا منان يا ابن عم. مالك؟ مهمومين كده ليه؟ في ايه؟ يونان يا ابونا جات له لما تتسمى الفرة ومستنيين بعيد عنا. مستنيين موته؟ طب وروني سلم عليه. في ايه مال؟ ولدي يونان يا ابونا عبد المسيح ولدي. طب لو خاف تتجوزيني؟ هو وقت الكلام ده يا ابونا؟ تفتكر هيخف يا ابونا؟ طب لو خاف تجوزها لي؟ لو خاف يونان ابدا تجوزها يا ابونا. هو فين؟ في اوضته جوا، الدكتور ما بيفرجوش. ودي يونان انت عامل نفسك عيان يا اخوي. لا لا انت عيان بصحيح. طب خدني جنبك. قوم قوم يا واد عشان تجوزني الليلة دي. خير يا ابونا؟ خير. وحياة ست العدرة هيقوم ويمشي كمان. يعني ماشي. مع السلامة يا ابونا. مع السلامة كده حاف. طب هتجوزك بقى. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. ابونا عبد المسيح شفاني، ابونا عبد المسيح شفاني. انا في حلم ولا في حلم؟ الحمد لله على سلامتك يا اخوي. ابونا عبد المسيح شفاه يا دكتور. فليتمجد اسم الرب. حقيقي زمن المعجزات لسه ما انتهى. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الحمد لله على سلامتك يا بني. الحمد لله على سلامتك يا اخوي. الحمد لله على سلامتك. صحيح الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
أبونا عبد المسيح أرجوك صلي النعيم. نعيم أنت بنت مين يا نعيم؟ بنت حسين. حسين؟ وبيشتغل يا حسين؟ نزارة يا جناب القسيس. يا أبونا أرجوك صلي عشان ربنا يشفيه. جرالك يا مجدس حان؟ قالوا لك عني المسيح التاني ولا فكرك بنور بصحيح؟ يا أبونا أنا عارف إنك مش المسيح ولا حاجة، بس عارف كمان إنك خدامه، وهو بقى ما بينساش حد يقدم له كوباية مية برد، مش هو كده برضه يا أبوني؟ يعني ما بينامش مديون يا أبونا. يا سيدي أنا عايز اللي يصلي من أجلي عشان أخيف، ودوها للدكتور. طب بقول لك إيه يا أبوني؟ هاني بحلفك بأم النور الغالية عليك، وأني عارف إنت قد إيه بتحبها، وهي كمان ما بترفضلكش طلب أبدا. خلاص يا سيدي مدام حلفتني بالغالي. أنت اسمك إيه؟ اسمي نعيمة. عايزة تخفي يا نعيمة؟ يا ريت يا أبونا. وتجري وتلعبي وتوجعوا دماغي ودوشتكم؟ أيوة يا أبونا. قومي يا بنت من هيني، اجري روحي العب. اجري جرالك ايه؟ دي قوة ربنا وشفاعة الست العاد. ارجي على بيت. ما يا بنت يا نعيم، لو قلت لحد هترجعي تاني، انا قلت لك وخلاص. سمعتي باللي حصل انا بنت حسين؟ ايوه، بيقولوا قسيس صلى وشفاها. بيقولوا داني بذات نفسي شفتها بتلعب قدام الدار. الكلام ده صح يا ويد؟ صحي طبعا، وهي دي أول مرة أبونا عبد المسيح يشفي حد. أيوه، الراجل ده شافها ناس كتير قوي، الراجل ده بان عليه بركة. إيه؟ قعدتي تاني؟ لازم قلتي. إيش قلت لك ما تقوليش؟ أيوه يا أبوني، سامحني، وما عدناش نقول لحد. قومي، رب شفاك. قوم يا بيت، المسيح شفاكي. قوم يلا. تاني هتزرغتي تاني. خلاص يا بوي، هتعرفي الدنيا كلها. الله يسامحك. يا اهلا يا اهلا يا الف مرحبا. دي المناهره نورت يا اولاد. أبونا عبد المسيح والشيخ إلي والمجابل الفانوس كمان. كيفك يا مجدس حنة؟ وكيف الود مكرم؟ أهلا أهلا، إحنا بخير والحمد لله. المهم إزايك أنت يا مجدس فانوس؟ وكيف تجابت البصل يا مجدس فانوس؟ عالي العالي يا أبونا، وربنا مكتر السنة دي في الزراعة عشان إحنا صايمين وكل الصايمين بيأكلوا بصل. كل سنة وانت طيب يا أبونا، كلها 5 أيام والعيد حيجي وحنبطل أكل البصل واصل. إيه رأيك يا أبونا لو تيجي أنت والمجدس حنة والمجدس فانوس حدانا وأعمل لكم الفتة ليلة العيد؟ كم العرب يا شيخ ليه؟ إيه؟ لا يا عم. طب عندنا إحنا يا أبونا مغاغة؟ إيه؟ برضو لا. ليه بس يا أبونا؟ طب نجي لك إحنا بقى يا أبونا. يعني هكلل يوم العيد وأفرح. ولا جيت العروسة يا أبونا؟ أنا بقول لك هكلل يوم العيد وأفرح. ياكش حتموت يا ابونا يوم العيد. ايه اللي بتقوله ده يا معلم ليه؟ سلامتك يا ابونا الف سلام. ادي جوري وادي جوري. ياكش انا هموت كمان يا ابونا. بقول لك ايه؟ انا لازم اكلل وافرح يوم العيد. وتمت نياحه ابينا البار القديس عبد المسيح المقاري الشهير بالقصه عبد المسيح المنهري في صباح عيد القيامه 14 ابريل 1963 الموافق 6 برمودة 1679 للشهداء كما تنبأ. فقد سبقه في ليلة العيد أيضا المقدس فانوس لينعم إلى جواره في أحضان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، صلاتهم
فلتكن معنا جميعا إلى الأبدين. آمين.